فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور في أحاديث كثيرة، ومنها ما في خطبته صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر، وفيه: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة شاذة لا تثبت، فإن أصل الحديث في الصحيح وغيره ليست فيه هذه الزيادة، وإنما تفرد بها بعض الرواة، واعترض عليها بعض الفقهاء بأن فاعل البدعة قد يثاب من جهة حسن قصده واجتهاده. والجواب عنه بأن الحديث لو صح فمتعلقه العمل للعامل، كحديث ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فمتعلقه العمل، فهو دليل على حرمة العمل، وإن كان بعد ذلك لهذا العامل عند الله عز وجل ما يكفر عنه ذنبه، ولكنه دليل على تحريم فعله.